كم باقي على الساعة الذهبية؟ طيب عطني الشاشة. جمهورنا الحبيب، الساعة الذهبية هدفها أنها تعير الفرق. يحتاج منكم اللي حاب يدعم متسابق لازم يدعمه بالساعة الذهبية هذه. في وقت الساعة الذهبية ليه؟ لأنها حتفرق في التصويت. حابين تدعمون أحد ترى وقتكم هو الساعة الذهبية، لا يفوت عليكم. حياك الله حبيبي سيف الأكربي، سياف الأكربي، عفو السموح. العمر سياف 27 سنة صح؟ الموهبة منشد، المؤهل جامعي تخصص رياضيات المدينة بيشة. عدد الأخوان 6، عدد الأخوات 2. في مواضيع كثيرة ودنا نسولف معك فيها، بس قبل ما نسولف ونفت ما سمعك يا محوج ويقول مايكك مقفل. فتحت المايك. اي هذا اولها، يقولون هذا اولها مقفل المايك. شو انت بتشارك في برنامج انت مقفل المايك؟ كيف تسمع صوتك؟ كنا برا. اي يعني انتم من صوت برا تقفلون المايك تتوقعون بيطلع حكيكم يعني؟ لا، لكن عشان الحجار ما ذا شيء ما يخلص. اقنعتني صح؟ صحيح والله ساقط في الاقناع. سجل حبيبي. طيب يلا معك دقيقة تقنعنا ليش ينفع انك تشارك معنا في البرنامج. اول شيء الله يمسيك بالخير، يمسي الجمهور بالخير. انا سياف علي محمد الأكلوبي، جاي للبرنامج الهواية الإنشاد، وإنسان بسيط، إنسان عفوي، آخذ وأعطي، إنسان اجتماعي، أحب الريلتي وأحب السوالف والضحك. والهدف من البرنامج أني أكسب محبة الجمهور. إذا كسبت محبة الجمهور هذا يكفيني. بعضهم ودك تبعه وهو جاي بس هذا طيب سياف، أنت شخصية طيبة جدا، صدقني أنت أحلى حبوب شفته. هاي يسعد الوجه. بس سياف ببرنامج أسود، ها أسود، شخصيات قوية، حنا من الأسود نحكم. أنا ما أحكم ولا أنت تحكم، الجمهور يحكم صح؟ صحيح، يشوفون الجمهور. أنت سياف تنفع تكون في برنامج الدور معين لك شيء معين، بس فاضي ما بينافسونك وتصويت. كم ترتيب في التصويت؟ والله ما أدري، يعني نقول 60 60، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إن شاء الله ما يحدث الأمر، بس أننا نبي نشوف إحنا على الواقع. الواقع يقول أنك أنت من تبداخل. إن دخلنا، أنا عندي يقين بالله سبحانه وتعالى. سبحانه ونعم بالله. أنا واثق بالله سبحانه وتعالى أن الله كاتب لي البرنامج ذا بيجي. لكن صح بفعل الأسباب. أسباب. نعم. توني أنا بسألك بالسؤال بس تريحتني. لا لكن مثل ما قلت لك لعل الله يحدث بعد ذلك الأمر، باقي إن شاء الله 4 أيام وإن شاء الله الخير جاي بإذن الله، وتلقون إن شاء الله اسم سياف الأكلوبي في البرنامج. طبعاً إذا دخلت البرنامج تذكروا الاسم هذا. سياف الأكلوبي بإذن الله نقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الجمهور ويرضي والدي وجماعتي. نظراتك حلوة والله يا سياف. تبي الصدق؟ أنا أحس أنك أنت حطك وداعية هي آخر ليلة تجمعنا. ما هي بنهاية المشوار ترى. ما هي بنهاية المشوار وهي نهاية العالم. نعم. هي بداية الانطلاق، ممكن تنجح في مكان ثاني. ممكن، ما تدري. لكن أنا في كل مكان أجيه إن شاء الله إني. أمك وأبوك عايشين؟ الحمد لله رب العالمين، الله يطول بعمر. أنا أحس عندك 6 أخوان. 2 خوات. ها؟
عندك 6 أخوان صح؟ 2 أخوات صح؟ مشتاقين لك. مشتاقين لي؟ ايه. والله مشتاق. يقول لك يا سياف تاك وحشتنا. وانا اقول لهم مشتاقين. وينك عنا؟ ليش ما تطق الحين طياره؟ ليه ما تستناهم؟ ويتطلع في التصويت وما ادري وشو. احسن لك الحين نصيحتي، ما حد سامعنا، ما في ذنود. احسن لك تقول انا بنسحب. طيب علشان؟ عشان ما تطلع وتطول وسافر. الحين طياره كلمة علاقات عامة يضبطوك الحين تكت البيشة. يا سلام على حسابك. تام الأمر تم. يا سلام، بس لكن بجاوب لك، أنا ما جيت هنا إلا إن شاء الله إني قدها، وإن انقبلت إن شاء الله إني أقدم الشيء اللي عند سيئة، والما انقبلناه فهذه تجربة، ولعلي إن شاء الله وصلت للجمهور، وإن شاء الله إني أكون محبوب عند الله سبحانه وتعالى وعند الجمهور. سياف. لكن الآن ما أنسحب بدون أسباب؟ لا مستحيل. سياف أنا قلت لك أنت على حساب، قلت لك تم. إذا ما انقبلت. لا الحين عوف بيجيك الحين. ذا الحين؟ إي. لا أنا أحسبه بعد إذا ما دخلت مثلا. حنان الله. أنا أحسبه إذا ما دخلت، قلت الله بيض وجهك، سباق للطيب. روح. سلامتك. سياف، في أشياء في حياتك حدثت بك أثرت عليك، في إصابتك بالسكر، موت صديقك، كم شيء في حياتك تعرفت به يعني أثر عليك، كيف أصبت بالسكر وكيف قصة موت أحد أعز أصدقائك؟ ممكن تحكيها لنا؟ أول شيء إصابتي بالسكر شيء الحمد لله رب العالمين على كل حال. أنا معي سكر يمكن درجة أولى ثانية 15 سنة درجة الأولى. أنا كنت أدرس ثاني متوسط. كنت في المدرسة كنت حسيت بتعب، باطنيتي تعورني وراسي وصداع، وأنا كنت من الأوائل في المدرسة، ما أدري وش سبب الإصابة، لكن كرمونا شهادة تفوق في المدرسة. طبعاً نهاية الدوام حسيت بدوخة واستأذنت وطلعت رحت البيت وقعدت في البيت، يعني ما رحت المستشفى على طول. قعدت في البيت يمكن 2 أو 3 ساعات. وكان اخواني كلهم موجودين. دقت الوالده على ولد عمي الله يمسيه بالخير فيصل. قال تعال سياف تعبان ما ادري ايش فيه. طبعا السكر الايام يوم كنت ثاني متوسط ما كان متداول عندنا. يعني اللي مع سكر هذا يستغربون. ما فكروا بالسكر، يحسبونه مرض بطنه يعوره ولا شيء. اي. وجاني وخذاني والله يجزاه خير، مر البقاله وعطانا من بعد من السكريات ولين ارتفع السكر عندي. وانا طبعا دايخ ما اقدر حتى اتحرك. ودار المستشفى حلوني، طلع السكر عندي 730. اول شيء اول ما 730 رقم خطير. ها رقم خطير اكيد. وتنومت اسبوع كامل. هذا طبعا ثاني متوسط. طبعا جمهورنا الحبيب اللي ما عنده فكره عن السكر، الطبيعي من 90 و100 صح، هو واصل 730 يعني حاله موت. قعدت اسبوع في المستشفى تنومت وعطوني علاجات الحمد لله رب العالمين. الحين انا صديق السكر، انسان زي الانسان الطبيعي الحمد لله. الحمد لله. طيب قصة صديقك سيف اللي مات موت بطيء. سيف الله يرحمه. آمين. هذا سيف بطيء بن سيف الله يرحمه ويغمد روحه في الجنة. آمين. توفى قبل يمكن
7 سنوات أو 8 سنوات والله بالضبط وكم. الساعة الطيبة اللي ذكرنا اسمه نترحم به، والله يرحمه ويغمد روح الجنة وجميع أموات المسلمين، واذكروه بدعوة، الله يرحمه. الله يرحمه. سيف، أنت شخصية كتومة، كتومة جدا ومنطوي على نفسك، ما تحب التصادم مع أحد، وبرامج هابي فيها تصادم كثير مع بعض، تتحمل؟ عادي أتحمل التصادم، عادي تصادم مع رجال عادي، لكن أما غامض نوعا ما غامض. بس سيف، من بيصلح سيارتك لو انصدمت؟ اللي مع تامين. ما في احد بيساعدك بيجي يصلح لك بيوقف معك؟ ها؟ تصدم معهم وبوي بيدعسون الدعس بيدمونك عدام. بس مع بعض اخر شيء اخوان. ما في سالفه تقول اخوان حبايب، هذا تصادم تجي انت وياه. شنو التصادم اول شيء وضح لي؟ منافسه. منافسه احنا الحين سؤال الكوره ما صديقه في استراحه اليوم يلعبون كوره يتطقون؟ صحيح. ها؟ وانا من هذه منافسه ومنافسه. دخلت برنامج انا من المنافسين والتصادم. والله يا سيف انا خايف عليك. خايف عليك؟ صدق؟ خايف عليك. خايف علي؟ اي اسمع كلامي توكل. وانا بعد خايف عليك يا حبيبي. الله يسلمك. أنت وحيد الحنين حنين. الله يسلمك. خايف علي بعد عمي؟ أكيد. خاف عليكم التصادم. 056 سجل وقف بعدين. خلنا بعد البث. طيب. سيف. سياف لبقى. سياف عفوا، قصدي سيف صديقك. جبنا من مواقفه اللي صارت بينك وبينه. والله سيف كنا نطلع أنا وياه. سواء يعني كنا احنا صغار نطلع، هو انا توفى هو انا عمري يمكن احتمال يمكن 20 او المهم انه نطلع سواء، نروح نلعب كوره سواء، نتمشى سواء، يعني احنا ساكنين في الباطن يعني نروح بيشه يعني 30 كيلو كذا شبه يومي، يعني صديق والله يرحمه يغفر له ان شاء الله. اللهم امين. سيف حبيبي، سياف بعد عمي، اسف. خذ راحتك. سياف اتمنى لك التوفيق والنجاح، وان شاء الله انك تكون منافس قوي في البرنامج ومن نجاح لنجاح. سمعتوا سياف، حاولنا سمعنا سياف، ان عجبكم صوتوا له، وان ما عجبكم الصابونه جاهزه. يعطيك العافيه سيدي. الله يوفقك يا عبد الله، وشاكر لك يا حبيبي. يا بعد عمي، وانا صدقني والله من الناس اللي يحب هالبيشه، وهالبيشه وهالبيشه يحبونك. شعب مضياف وجمهورنا حبيب. باقي 25 دقيقه على التصويت، بعد 25 دقيقه حنرجع نعلن الاسماء لكم. بالتوفيق ويعطيكم العافيه، والف شكرا لكم اليوم على التفاعل طبعا في هاشتاج. لحظة خلينا نشوف قبل ما اطلع في سناب ايش في جاي مسائل، ترى ما فتحت اليوم السناب. طبعا يتكلمون عن ابراهيم انه كان فقرته كانت ضحكتهم، ويتكلمون عن بعد اسمه من هو تركي والقحطاني يفنون عليهم، وايضا يتمنون التوفيق لسياف، اتمناهم التوفيق. شفنا ذا الوقت نوبة تشوف سناب اخوي عبد الله، عجبتني شخصية ابراهيم بس اليوم كان أداء في الإنشاد سيء، أنا ما شفت أداء به كويس عشان تشوفني سيء. أتمنى التوفيق للجميع ويعطيكم العافية، موفقين حبيبي. يلا يا حبيبي، فرصة سعيدة، نرجع لكم بعد 24 دقيقة. حياك حبيبي. شوف الشباب حلو يجون يجلسون هنا.